الأنوار على كل مستمع راديو سكوب. معاكم نبيل سلام في برنامج على رأي المساء اللي بيتزع كل يوم اتنين الساعة 2:30 والقاعدة يوم الخميس الساعة 2:30. بنتكلم كل يوم عن مثل شعبي منتشر ونقول تاريخه وكل تفاصيله وأساطيره عند شعوب كتير. وعلى رأي المثل بتاع النهاردة، اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. ايه بقى الحدوتة؟ الحدوتة بتقول انه كان في قرية، القرية دي كان سكانها عددهم قليل، وكان فيها راجل. الراجل ده شغلته الأساسية انه بيربي فراخ ويبيعها وياخد الفلوس يعيش بيها. يوم ورا يوم لقى ان عدد الفراخ بتاعته بيقل، فكده في حد بيسرق، بس عدد اهل القرية قليل جدا، فالراجل ما قدرش يتهم حد فيهم، فمش عارف يعمل ايه. قام رايح للشيخ بتاع القرية وحكى له الحدوتة وقال له: دلوقتي يا عم الشيخ، انا الفراخ دي مصدر رزقي الوحيد، والفراخ دي بتقل دلوقتي، وانا مش عارف اعمل حاجه وما ينفعش اتهم حد، اعمل ايه؟ الشيخ طمنه وقال له: انا هحلها لك. في يوم جمعه والناس في الجامع قاعده بتسمع الخطبه من الشيخ، الشيخ قاعد يتكلم في خطبه الجمعه عن الكذب والنفاق وعن السرقه، وحكى حدوته الراجل صاحب الفراخ اللي فراخه بتتسرق، وقال لهم: ده حتى الحرامي ما اختشاش على دمه وجاي الخطبه وهو على راسه ريشه من ريش الفراخ اللي سرقها. قام الحرامي عمل ايه؟ حط ايده على دماغه علشان يلحق الريشه اللي فضحته اللي هي اصلا مش موجوده. فكل اللي في الجامع عرفوا ان ده الحرامي، فبقينا نقول اللي على راسه ريشه بيحسس عليها، اللي اتحورت بمرور الوقت وبقت اللي على راسه بطحه بيحسس عليها. وبالمناسبه ده غير المثل اللي بيقول: هو انت على راسك ريشه؟ يعني انت مختلف عننا في ايه يعني؟ دي قصه تانيه خالص وحدوته تانيه مختلفه تماما. طيب هنروح لفاصل صغير ونرجع نقول حدوتة مثل تاني صغيرة، استنوني. ورجعنا لكم تاني مستمعي راديو سكوب وبرنامج على رأي المثل اللي بيتزاع كل يوم اتنين الساعة 2:30 والقاعدة يوم الخميس الساعة 2:30. هنتكلم دلوقتي عن مثل تاني بيقول: ده احنا دفنينه سوا. المثل ده طبعا اي اتنين بيعملوا مصيبة او اي حاجة وبعدين واحد فيهم يحاول يستعبط على التاني فيقول له: ده احنا دفنينه سوا. المثل ده الحدوته بتاعته لذيذه قوي. الحدوته بتقول: كان في اتنين، الاتنين دول شغلانتهم ان عندهم حمار مشتركين فيه، شاريينه وبينقلوا عليه الحاجات من مكان لمكان، وهو ده مصدر رزقهم الوحيد. في يوم من الايام الحمار ده مات. قعدوا الاتنين يفكروا: هنعمل ايه؟ طب هنشتغل ايه دلوقتي؟ هنجيب فلوس منين؟ فجت لهم فكره، وهي: احنا هندفن الحمار ده وحنعمل على المدفن بتاعه مقام، وحنقول بقى للي رايح واللي جاي: ياه ده سيدي الفاضل مات، ياه ده الراجل المبروك مدفون هنا، عايز كذا تعالى للراجل المبروك، عايز تحقق كذا تعالى للراجل المبروك. فانتشر الخبر، الناس كلها بقت بتيجي وتحط فلوس في صندوق الندور، تحط فلوس علشان سيدنا المبروك يعمل لهم اللي هم عايزين، وبقت دي السبوبة بتاعت الراجلين دول. في يوم من الأيام واحد منهم سرق من فلوس الندور دي، فالتاني قفشه، قال له: انت سرقت؟ قال له: انا سرقت، انا خدت فلوس مش بتاعتي. طب وحيات سيدي المبروك، ده انا ما خدت حاجه. قال له: سيدك مين؟ ده احنا دفنينه سوا. ودي كانت قصه المثل اللي منتشر لحد دلوقتي: احنا دفنينه سوا. لازم نكون عارفين ان مفيش حاجه موجوده وخلاص او ظهرت فجاه، لا، كل حاجه ليها قصتها اللي بدات منها، ليها اسطوره، ليها حدوته، ومعانا بنعرف كل الحواديت وتراثنا الشعبي. وبكده تكون خلصت حوادثنا وأمثالنا. أتمنى تكونوا عرفتوا معلومات جديدة. كنت معاكم نبيل سلام، دمتم في رعاية الله.